كيف ترى خريطة الطريق وخريطة المستقبل الانتخابات الرئاسية أولا أم انتخابات برلمانية والنظام الانتخابي؟ أدم يعني أنا شايف إن النظام القوائم ده بيدعم الأحزاب شوية، نعم لكن شايف إن هو ملوش يعني غير مناسب نهائي دورتين. شايف إن النظام في الانتخاب وكل ما القوائم دوائرها زادت كل ما أنهكنا الناخب وأنهكنا المرشح. نعم يعني حضرتك لو الدايرة مثلا يعني فيها 200,000 صوت، نعم لما تبقى بالقوائم أخلي دايرة فيها 600,000 صوت، هيعرفوا الناخب ويفرزوا بين الناخب والتاني ازاي؟ نعم دي يعني لو عايزين قوائم تبقى قوائم على دوائر صغيرة، واحنا لسنا مستعدين للنظام الحزبي في الوقت الحالي. فنظام القوائم ده المرة حكم على الجاية النظام دي الفردي. أنا شايف المرة الجاية فردي، نعم وكل 4 سنين نعم ندخل القوائم بنسبة. نعم دي نقطة. بالنسبة لخريطة الطريق، إذا كان هناك توافق مجتمعي على الانتخابات الرئاسية الأول فلا مانع، نعم بس أنا عايز برضه أقول لحضرتك إن في مادة في الدستور إذا تم الموافقة عليه، ونتمنى أن يتم الموافقة عليه نعم بعد الاستفتاء، إذا المادة 162 بتقول إيه؟ بتقول إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخابات مجلس النواب نعم تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية نعم ويستمر المجلس التاني. المادة دي لو توافق على الدستور ده هيبقى هناك يعني إخلال بالدستور إذا ما تمش الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية. نعم يعني أنا بفجر لحضرتك تمام. قضية، طيب يعني الموضوع كده، مش موضوع آراء، طيب تمام. ده مادة في دستور إذا تم الموافقة عليه يبقى إحنا بنقول خارطة الطريق أهي اللي إحنا ماشيين عليها بعد الدستور يبقى